وللمزيد حول إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات، معنا من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس. كريم، هل لك أن تطلعنا على ما تم في المؤتمر الصحفي، وبشكل خاص أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الكثير من النقاط المهمة للغاية؟ على رأس هذه النقاط أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية خلال الفترة القادمة، والكثير أيضا من النقاط المهمة التي طرحتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها طبعا أنها ستتم تحت إشراف قضائي كامل، وأن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من الجميع المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من مدينة نصر من قاعة المؤتمرات، حيث الإعلان الرسمي عن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية في مصر عام 2024. الهيئة الوطنية للانتخابات قامت اليوم بهذا المؤتمر الصحفي لتعلن عن الاستعدادات التي قامت بها وعن الآليات التي يترشح بها الرئيس المصري القادم لمدة 6 سنوات من 2024 حتى 2030. بالطبع الهيئة الوطنية استعدت خلال الفترة الماضية باللوجستيات المختلفة، من أهم هذه اللوجستيات بالطبع هو الحبر الفوسفوري. تأكدوا من تواجد الكمية الكافية من الحبر الفوسفوري، أيضا أوراق الاقتراع في حد ذاتها، وتم أيضا وضع الصور لاستعدادية وجاهزية الأوراق في أماكن التخزين الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات. أيضا السواتر التي من خلالها يأتي الناخب للجنة الانتخابية الخاصة لوضع رأيه أو وضع قراره لاختيار رئيس بلده القادم. بعض اللوجستيات المختلفة التي تم بالفعل الإعلان عنها. ولكن أيضا كما ذكرتم فكرة الإشراف القضائي الكامل، هذه الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، ليس عليها أي نوع من أنواع السلطات فيما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية. نتحدث عن حسب الهيئة الوطنية للانتخابات عن 10,085 مركز انتخابي سيقوم فيه المواطنين بالاقتراع واختيار الرئيس القادم. أيضا كان هناك بعض البروتوكولات التعاون لتيسير وتسهيل العملية الانتخابية، من أهمها بروتوكول التعاون مع البريد المصري لنقل اللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية للمقار الانتخابية للسرعة أيضا والتيسير والتسهيل خلال عملية النقل. أيضا الاهتمام المباشر بالمواطن المصري وتحديدا ذوي الهمم بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة وأيضا وزارة التضامن فيما يتعلق بدورات تدريبية ودورات توعوية، دورات توعوية للمواطنين بأهمية هذه العملية الانتخابية وأهمية العملية السياسية وأهمية المشاركة في هذه العملية السياسية الهامة. أيضا دورات تدريبية للهيئات الخاصة، الهيئات القضائية التي سيتم من خلالها الإشراف على العملية الانتخابية، دورات تدريبية مختلفة. كانت هذه نقطة. النقطة الأخرى خاصة بالتغطية والمتابعة الخاصة بالانتخابات، التغطية والمتابعة إما عن طريق الإعلام المحلي والإعلام الدولي أو حتى المنظمات التي من الممكن أن تتابع العملية الانتخابية. الإعلام المحلي والدولي تم توجيه رسالة خاصة للإعلام المحلي والدولي بسرعة قيد الصحفيين والمراسلين الذين سيشاركون في تغطية هذه الفعاليات أو هذه الانتخابات خلال الفترة القادمة. أيضا تم توجيه الدعوة للمنظمات المختلفة لمتابعة الانتخابات عن طريق التسجيل على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات. أما بالنسبة للهيئات الأخرى التي ستأتي من بلاد صديقة أو بلاد أخرى لمتابعة هذه الانتخابات، سيكون هناك توجيه دعوات دبلوماسية لمتابعة هذه الانتخابات بعد دعوة الناخبين أو بعد دعوة المصريين للمشاركة في هذه العملية الانتخابية. هذه أيضا من أهم النقاط. أيضا وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات لرسالة لجميع وسائل الإعلام مكتوبة أو مرئية محلية أو دولية، أيضا بالاهتمام
بفتح المساحة الكاملة لجميع المرشحين للمشاركة بعرض برامجهم الانتخابية المختلفة، بالإضافة لفتح المساحة الكاملة أيضا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين شاركوا في هذه النقطة كريم. وبناء على ما ذكرت من معطيات مختلفة، أيضا أريد أن أتوقف عند نقطة في منتهى الأهمية. الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا أعلنت عنها اليوم في المؤتمر الصحفي أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تتهاون بأي شكل من الأشكال يعني مع أي محاولات للتشكيك في عمل الانتخابات أو الهيئة الوطنية للانتخابات في يعني كل الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة. وهذا يعني بيرتبط بما ذكرته من مسألة الوقوف على مسافة واحدة مع جميع مرشحي الانتخابات القادمة، وأنه هناك إعلام محلي وكذلك أيضا إعلام دولي لكي يكون هناك نوع من أنواع الشفافية الكاملة في تغطية هذه الانتخابات الرئاسية. نعم بالطبع، كان هناك سؤال من أحد الحضور في هذا المؤتمر الصحفي اليوم عن كيفية التعامل مع الشائعات، كيفية التعامل مع من الممكن أن يفسد هذه العملية الانتخابية أو يحاول أن يفسد هذه العملية الانتخابية مع الشائعات، مع محاولين نشر الفساد بشكل أو بآخر. وضحت وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن هذه الأمور سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم حسب اللوائح والقوانين، لأن يكون هناك لن تسمح الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر أي نوع من أنواع الشائعات، وسيتم محاربة هذه الأمور بالإعلان الرسمي. لذلك وضحت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن بعدم تداول أي معلومات خاصة بالانتخابات إلا عن طريق الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، وكان هذا جزء من التوجيه أيضا لوسائل الإعلام المختلفة، إما عن طريق المسافة الواحدة وأيضا عدم نقل أي معلومات عن الهيئة الوطنية، إما عن طريق الهيئة الوطنية في حد ذاتها أو الجرائد الرسمية التي تم الإعلان عنها اليوم، إما الجريدة الرسمية وهي الأهرام أو أخبار اليوم كما ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات. الأماكن التي من الواجب على كل من يريد أن يغطي هذه الانتخابات أن يستقي معلوماته من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات أو الجرائد الرسمية التي تم الإعلان عنها اليوم. هذه نقطة. أيضا هناك وسائل أخرى للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات تسهل وتيسر على المواطنين معرفة أماكن الانتخاب الخاصة بهم، إما الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا رقمين للتواصل وهو 141 و 51 51، هذان الرقمان للتواصل من المواطنين للهيئة الوطنية للانتخابات لأيضا معرفة أماكن الانتخاب وأيضا آليات الانتخاب وكيفية أيضا التعامل مع الدخول للجان والخروج من اللجان وأيضا التعامل مع الحبر الفسفوري وغيرها من اللوجستيات المختلفة خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا كريم بابرس، كنت معنا من مقر انعقاد المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.